تفاصيل الحالة الصحية للفنانة البحرينية صابرين بورشيد، وما هي جنسيتها، ولن تتوقع عمرها الحقيقي. شغلت الإعلامية والفنانة البحرينية صابرين بورشيد الأوساط الفنية الخليجية في الساعات الأخيرة، وذلك بعد الإعلان عن إصابتها بثلاثة أورام في الرأس من جهة اليسار وحاجتها للعلاج السريع خارج البلاد. حيث قال والدها: فجأة لاحظت على ابنتي أنها كثيرة النوم ولا تتذكر أحدا من أصدقائها ولا تعرفهم إلا أنا وأمها. وأضاف والدها: سافرت إلى الكويت حيث تستقر، وعدت بها إلى البحرين، وفي مستشفى قوة دفاع البحرين أخبروني بعد سلسلة من الفحوصات أن ابنتي تعاني من ثلاثة أورام في رأسها. وأضاف: لذا أناشد جلالة الملك أن يأمر بعلاج سريع لابنتي، فهي في خطر وتحتاج عملية عاجلة في الرأس. وأبدى عدد كبير من الفنانين والنشطاء من مختلف دول الخليج تعاطفهم مع مناشدة والد صابرين، مبدين صدمتهم لإصابتها بورم في رأسها، داعين لها بالشفاء. وبعد مدة كشفت شيلاء سبت في منشور عبر حسابها على موقع انستغرام إن وزيرة الصحة في البحرين فائقة بنت سعيد الصالح قالت إنه فور متابعة ديوان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء للحالة، وجهت الوزارة لجنة العلاج في الخارج لبدء الترتيب لإجراءات سفر بورشيد لتلقي العلاج في الخارج. الفنانة والإعلامية البحرينية صابرين أحمد البورشيد تبلغ من العمر 33 عام، وهي بحرينية الأب سعودية الأم، ولدت في المنامة بالبحرين بتاريخ 11 من يونيو عام 85. وهي إعلامية وممثلة بحرينية، وسطع نجم الشابة صابرين بورشيد سريعا، وكانت انطلاقتها في المجال الإعلامي لتثبت نفسها لاحقا أيضا في الوسط الفني. ودرست صابرين بورشيد الإعلام والعلاقات العامة، لكنها لم تتابع دراستها بعدما أتيحت لها الفرصة بإذاعة البحرين. بدأت في تلفزيون البحرين في تقديم برنامج صيف البحرين عام 2009، حيث كان أول برنامج لها. ثم اتجهت إلى الإذاعة في القناة الشبابية الإذاعية، وكانت من أبرز المذيعين فيها. وفي رمضان عام 2010 قامت بتقديم برنامج مسابقات خاص بها، وحقق البرنامج متابعة كبيرة في البحرين والخليج. كما وتشارك صابرين بورشيد أيضا في البرنامج الكويتي المعروف على السيف برفقة عدد آخر من الإعلاميين الخليجيين. أهلها كانوا يرفضون دخولها مجال الفن، وأقنعتهم أخيرا بأن الإعلام والفن يشبهان بعضهما البعض في تسليط الضوء على المجالين وتقاطعهما في الكثير من الأمور، كما أن وجودها في التمثيل يضيف لرصيدها كمذيعة.
وخاضت الإعلامية البحرينية صابرين أولى تجاربها الفنية في عام 2012 في مسرحية مصباح زين، كما شاركت في العديد من المسلسلات، كان أحدثها مسلسل عشاق رغم الطلاق الذي يعرض حاليا عبر قناة MBC. وقررت الفنانة صابرين بورشيد الاستقرار في الكويت العام الماضي بشكل دائم، مبينة أنها ستحظى فيها بفرص عمل كثيرة، واعترفت بأنها تنتظر أن يسند لها دور يحدث لها نقلة نوعية في مشوارها الفني. وتعد الفنانة شيلاء سبت من أقرب صديقات صابرين، حيث سبق أن صرحت صابرين أنها هي من دعمتها لتدخل الفن. شاركت الفنانة صابرين بورشيد في العديد من المسلسلات التلفزيونية، منها مسلسلات كسر الخواطر، أهل الدار، النور، حكايات، أحلام وردية، دموع الأفاعي، خيوط الحرير، أمان العمر، حياة ثانية، المواجهة، كما شاركت في مسلسل محطة انتظار. وعن حياتها الشخصية، كانت قد قالت صابرين بورشيد في حديثها لإحدى الصحف عن مواصفات وشروط قبولها للزوج الذي تتمناه: إن لكل بنت رجل أحلام تطمح أن تكتمل حياتها معه، ويجب أن يتصف بشخصية قوية. وتضيف عن مواصفات فتى أحلامها: أن يكون حنون في ذات الوقت ويدللها مثل ابنته وزوجته في الوقت نفسه، وأن يكون رومانسياً ويحب كرة القدم، وشرطها الرئيسي أن يكون مشجعاً للنادي الملكي ريال مدريد. الفنانة والإعلامية البحرينية صابرين بورشيد فازت بلقب أجمل مذيعات العرب، وقد أضاف لها هذا اللقب الكثير، وفي نفس الوقت أثر في علاقاتها مع بعض المذيعات اللواتي شككن في كيفية فوزها باللقب.